السلام عليكم، ان شاء الله اصبحتوا كويسين اخواننا. اخواننا انا عامل الستوري دي لانه جتني اسئله كثيره بسبب حفله امبارح بتاعت حازم، وبيسالوا من الجامعه. اخواننا الجامعه دي انا حقول عنها حاجات بسيطه. اول حاجه هي جامعه خاصه، جامعه كاريبيه من قرها الرسمي في اوهايو، تمام، في امريكا. يعني الطلاب عندنا بيقروا الثلاث سنة الاولى في جزر الكاريبي اللي هي في كوراساو، وبعديها بيمشوا بيعملوا البراكتس في امريكا، تمام. الجامعة عندها أكريديشن محترم جدا، وبيجوا معظم الطلاب اللي بيجوا فيها هم الكنيديان والأمريكان وبعض طلاب الشرق الأوسط، لكن ما كتار وكده. أنا أخيرا بقيت أجيب السودانيين طبعا بجاي. ده باختصار عن الجامعة. طيب الجامعة ما فيها منحة، عشان ما في زول يرسل لي يقول لي منح ما منح، ما عندها علاقة بالمنح. الجامعة جامعة خاصة فيها في السنة ثلاثة سيمسترات، السنة $6,000. فأنت من هنا الحنك يعني ما زولك أول حنك ده ما هنا أكسر حنك السوري دي لأنه عشان ما تضيع الداتا بتاعتك. دي مريد اثنين ثلاث. طيب زي ما قلت فيها في السنة ثلاثة سيمستر، السيمستر الواحد بيكلف $6,000، بيكلف $6,000، تمام. بعد ذلك بتخلص البيزك بتمشي أمريكا بتعمل الكلينيكال روتيشن في أمريكا، عندهم أوبشنز لأكثر من 8 ولايات ممكن تعمل فيها الكلينيكال روتيشنز. ده باختصار عن الجامعة. تاني لو داير تعرف الجامعة وبرنامجه وتقديمه وحركات زي الجامعة، عشان تقدم لازم تكون ممتحن شهادة ثانوية وكده، حركات زي دي. ممكن انا اقدم معاك واعمل لك ريكومنديشنز عشان انه ما يزعلوك من الايلتس والجوطه دي. يعني انت لو جيت وقدمت وعملت معاك انا الابلكيشن، فشنو ممكن يعملوا رحيم من الايلتس دي؟ الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اساعدك بها. ده باختصار عن الجامعه، ولو دايرين اكثر امشوا للويب سايت وكده. حنك زي ده. والسلام عليكم ورحمه الله.